ولسه مكملين معاكم مع نجمتنا السوبر تالنتد لارا اسكندر. بجد منورانا بجد والله. معانا تليفون من هبه جلال. الو الو، ازيك يا هبه؟ هاي، ازيك؟ الحمد لله تمام. معاكي لارا اسكندر. هاي. هاي لارا. هاي، وحشتيني. انت كمان. ثانك يو. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ جود جود، everything is very very good. طب الحمد لله. ثانك يو. يا رب نستناك في كده بقى كمان حفله حلوه في مصر اللي هتعمليها في لبنان. يلا ان شاء الله. يلا تعالي لنا بقى، يعني كده عايزين نكون منوره للستيج على طول. يا لارا كنتي تجنني في كل حاجه عملتيها. ثانك يو. ربنا يوفقك. خلاص ان شاء الله بعد الالبوم. تقدم على طول. ثانك يو. ميرسي. وبعدين كل البلد بتتكلم عنيكي، اول يور فانز بيموتوا فيكي وبيحبوكي ومش عارفين يوصلوا لك وهيتجننوا. سلمي على كل حد كل حد كل حد. ايفري ون. اوكي يا حبيبي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. ميرسي ليكي يا مدام هبه. بالعفو. باي باي. باي باي. يمكن يعني بعد الكلام ده كله انا بجد انا فرحان. احنا سلمناكي يا لارا صح؟ كنت مسلقه صح؟ انا حسيت البرد. يعني احنا بنعذب الناس. يعني بجد انا مبسوط لك وفرحان بجد بحب الناس ليكي. يعني بجد يعني ربنا يربي يحميه دايما كده ويكملوا عليكي. بمناسبه الفانز بقى، بما انك انت عامله البيج بتاعتك وعلى طول ان انت بتتواصلي معاهم بطريقه مباشره، تقولي لهم ايه؟ اقول لهم there's so many يعني حاجات كتير قوي كده that goes through my head. يعني دلوقتي فترة في يعني the next couple of months هتبقى فترة hectic tiring شوية، عشان بشتغل album، بشتغل على projects ثانية، surprises، حاجات كده. فبقول لهم please يعني اصبروا معايا. I know انه هم عايزين album دلوقتي وعايزين single وعايزين كل حاجة، بس يعني استنوا شوية. و I know انه their support، السupport بتاعهم أهم حاجة عندي. فبقول لهم بس wait a little bit، عشان يعني I promise انه ال wait دي هتبقى تستاهل. it'll be worth the wait. يعني انه يستنوا هتعجبهم قدام. يعني exactly يعني لما الالبوم يجي ان شاء الله هيبقوا عارفين ليه يعني غبت شوية. بس وهم عارفين قد ايه بحبهم. طيب احنا معانا تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اخبارك؟ انا مدام اميره من الامارات. ممكن اكلم لارا؟ لارا مع حضرتك، اتفضلي. هلو يا لولي، ازيك يا قلبي؟ هاي، انا كويسه ثانك يو. حبيبه قلبي، كلنا بنموت فيكي يا لارا. انت يعني فعلا نجمه عالميه بمواصفات عربيه. شكرا. ربنا يحميكي. شكرا. ويخليلك ماما وبابا واختك، وانتوا شرفتونا. انت يعني انا بشكر نجله على تربيتها هي وسوني. هي سامعاكي دلوقتي. هي قايله مؤدبه محترمه، ما شفناش زيها في كل المواقف اللي حصلت. يعني مش عارفه اقول لك ايه. كنت بحكي عليكي على المعامله اللي بيعملوها لك، وانت رغم ان ده كله غصب اللي فات مات بقى. واحده فيهم يا حبيبتي. ثانك يو. بادبك وعلمك واخلاقك انت يعني نعمه البنت المصريه يا لارا. ثانك يو سو ماتش. ده كلام حلو قوي. ثانك يو. فخورين بيكي يا حبيبتي، وعايزاكي دايما رافعه راسك لفوق، لان الدنيا كلها بتموت فيكي. العاش كلهم بيبي. كل يوم ما فيش سيره غير لارا 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 ومحمد لارا ومحمد. انت عندنا اكبر حاجه في الدنيا يا لارا. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. واحلاك حبيب الدنيا كلها فيكي يا حبيبتي. والف مبروك على الالبوم، والف مبروك على السايت، ويا رب دايما كده نبارك لك في كل حاجه حلوه. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. انا مصريه لارا بس عايشه في الامارات طبعا. انا عارفه انت دايما شوفي درجة ايه بقى؟ بجد احنا بنشكرك. بنشكرك جدا على اتصالك الجميل ده. يعني كويت حبيبة قلبي يا لولي، ربنا يحميك يا رب. ربنا يحميك يا حبيبتي. بجد كل تليفون بيجي يا دامي خيري يعني بعديها اسكت شوية قاعدة وين؟ حاسة اني مسؤولية بجد ربنا يعني. طيب لولو، يمكن في دلوقتي موضوع انا حابة اتكلم معاكي فيه. بصي، في بتواجهلك اشاعات كتيرة قوي، وتواجهلك اتهامات كتيرة قوي. انا عايزاكي تردي على الكلام ده كله النهارده في كلمه واحده. بيتقال ان يور داد سبورت يو من ناحيه الفان بيج بتاعتك والناس، وانه بي يعني مش عارفه ازاي يعني. لما اجي افكر طب ازاي يعني، انه يعني يور داد سبورت زي ما بيقولوا لارا انه بالفانز، فاهمني؟ يعني والكلام ده يعني هو مش كتير، بس انا شخصيا لما جيت عملت الايفنت بتاعتك ابعت لي مسجات مش كتير يعني، بصي عشان ثلاثة أو أربعة. إنه هير داد بيساعدها ومش عارف إيه. طب يعني هو صوت يعني. أنا حتى لو إيه المشكلة، أنا عايزاك تردي على الكلام ده كله.
باختصار جدا من غير ما توجعي دماغك من الاخر يعني انا شايفه هو حب الناس. انا واحده من الناس لما عملت الايفنت بتاعتي نضاره اسكندر جايه برنامجي انا جايلي 1070 اعلى نسبه اتند في ايفنت عملتها من سنه بجد عشان ابقى حقاني. طيب ال 1070 دول فيك ازاي؟ لو فيك نقول منهم هيبقوا كام فيك؟ خلاص. طيب التليفونات اللي انا شايفاها دي كلها فيك، الامارات ولبنان ويعني طيب ماشي هحاول اصدقهم. غير ده كله انه انا بنفسي الطلب مني من حلقات كتيره جدا هاتي لارا اسكندر هاتي لارا اسكندر هاتي، انا نفسي تعبت يعني والله هجيبها لكم. فردي بقى الكلام ده كله. هرد بكل سهوله. Very simple. كيف الموضوع ده؟ Exactly. Very very simply. Okay. دي حاجه بالانجلش وانا هحاول اترجمها. اوكي. هترجمها بعدين. People are always going to want to talk about something. Okay. Give them something good to talk about. Right. يعني الناس عايزين طول الوقت يتكلموا عن حاجة. على الأقل you give them something good to talk about. أنا my story إنه أنا دخلت الأكاديمي okay. My story كانت باينة إنه my parents they support me a lot كذا فأكيد الناس هياخدوا. So what? That's يعني في parent يعني أي أهل طبيعيين ما هو لازم يشجعوا بنتهم. ده البوينت اللي أنا مش قادرة أصدق. هاجي للبوينت ده بعدين بس البوينت بتاعي دلوقتي إنه يعني قصة حياتي سهلة تتغير يعني حد يستعملها ضدي. أوكي. أوكي. وأنا أهم حاجة في حياتي أهلي. طبعا. وانا اهلي مهما حصل ربنا يخليهم. اوكي اوف كورس اهلي مهما حصل they're always going to support me. اهلي الاثنين اكيد دي ما كانتش الطريق اللي هم كانوا عايزين ياخدوا يعني كان اكمل دراستي you know I go اروح الجامعه كل حاجه الحياه طبيعية دي حاجه okay. they're supporting it من كتر ما هم بيحبوني وشايفوني انا مبسوطه talented اوكي I think انه it's not even worth it انه ارد على السؤال كده عشان okay. it's حاجة يعني انا no my story حاجة سهلة هم يستعملوها ضدي okay. okay وانا يعني مش يعني I'm so happy الحمد لله عندي fans كتير قوي وبيردوا يعني مش محتاجة لا انا مش محتاجة ارد كمان ومش كده انا مبسوطة يعني الحمد لله ربنا اداني عيلة يعني I can't ask for more وداني حاجات كتير قوي في حياتي انا ليه اقعد دلوقتي او على التلفزيون او على الراديو اتاسس للناس او احاول باي طريقه to prove حاجه ليهم لا انا ربنا he blessed me with a lot of things انا كل يوم قبل ما انام ولما اصحى بشكر ربنا لكل حاجه وبعد كل ده I don't have any incentive to prove to anyone anything اكيد يعني كلمة يعني اختصرت الموضوع كله بجد انا كنت اسحب بطرح الموضوع عشان انا شخصيا اتضايقت انا وانا مبسوطه اتضايقت كمان يا جماعه يعني عارفه انت في مثلا عندنا بمصري كده انا مش فاكره بس قالوا ايه عيبك يا ورده قالوا احمر الخربين لو هفهمه لك بقى ازاي هفهمه لك لو طنط فاهمه يعني من كتر ما حد حلو قوي فقالوا ايه عيبه قالوا ان هو احمر فلو طب بعيدا بقى عن الاشاعات والكلام ده كله احكي لنا ايه المواقف المحرجه اللي حصلت يعني او المضحكه محرج او مضحك فما في الاكاديمي او okay. مع انا عندي واحد very interesting Penny Prime اوكي okay. كنت مبسوطه قوي بقى عشان انا كل برايم كانوا صحابي بيجوا يتفرجوا عليا وكده فكل برايم كنت بستنى بقى مين هيجي يشوفني وكده اول برايم كان في الحمد لله ناس كتير قوي من صحابي واهلي وكده okay. وتاني برايم بقى كانت في اكتر اوكي okay. فكنا نازلين الرقصه الانترودكشن دانس بتاع البرايم لما بننزل وبنرقص مع بعض فانا كنت so happy انه شايفه بقى صحاب اهلي واهلي وصحابي وكل حاجه ففي الاخر لما بنخلص الرقصه بنزل تحت على الارض ولا الحمد لله ما وقعتش بنزل تحت على الارض و like a final pose كده على فكره جيت قتله فستاني مسك في الهيل الصالون بتاع الجزمان كل حد got up ومشي وانا بحاول يعني to get up الحمد لله الكاميرا ما جابتش عليا بس انا كنت يعني مكسوفة عشان كل الناس اللي يعني كل الناس اللي في البرايم ايوه كل الناس اللي بيتفرجوا علينا في الجمهور ما يعني كان تاني برايم لسه ما يعرفونيش ولسه بحاول اعمل impression كويسة بحاول كده مش قادرة انا لو رحت توصف لنا دلوقتي
واساسا الاوحش انه الفستان بتاعي كان سترابلس، فكنت خايفه تو جيت اب يعني طبعا. فقعدت كده لغايه واحد من السكيورتي جاردز جه وساعدني لغايه ما اي جوت اب، وكل ده عشان كنت مبسوطه من صحابي اللي كانوا دايما كنت ببص لهم طول الوقت، فلما نزلت بقى ما كنتش مركزه. بس